معايا الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف. برحب بيك يا دكتور هشام، وكل سنة وحضرتك طيب. أهلا بيك في 90 دقيقة. أهلا بحضرتك أستاذة بسمة وبكل السادة المشاهدين، وكل سنة وحضراتكم طيبين ومصر كلها بخير والعالم كله أجمع يا رب بخير بالأيام الكريمة دي. اللهم آمين. الدكتور هشام، في ناس كتير متلخبطة في موضوع الحج المقرن والحج السريع. يعني في يقولك انت ممكن تروح يوم مش عارف يوم عرفات، وبعد ما تخلص تصلي مش عارف في المزدلف في منى، وبعدين تعمل الرجمة الاولى، وبعدين توكل حد يعملك التانية والتالتة وتمشي تاني يوم، يعني تروح تحج يوم، وفي المقرن وفي مش عارف ايه. فممكن حضرتك في عجاله باختصار كده تشرح للناس عشان ناخد الثواب والناس ما تتلخبطش. طيب، بكرر التحيه والتهنئه للشعب المصري كله بالايام العظيمه اللي احنا فيها دي، ودي طبعا ايام لابد الانسان ان يتعرض فيها بالخير والنفع لنفسه ولعموم الناس اجمعين، لان حضرت نفسه صلى الله عليه وسلم بيقول إن لربكم في أيام دهركم لنفحات ألا تتعرضوا لها لعل أحدكم أن تصيبه منها نفحة فلا يشقى بعدها أبدا. وإحنا النهاردة بنعيش أفضل أيام الدنيا، لأن حضرتك بيقول أفضل أيام الدنيا أيام العشر، اللي هي العشر الأوائل من ذي الحجة، ما من أيام من العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. الله، هذه أيام عظيمة جميلة تتقرب فيها إلى الله عز وجل بشتى أنواع الطاعات والعبادات والقربات. الله عز وجل ينظر إلى عباده في هذه الأيام، ومن نظر الله عز وجل إليه نظرة فلا يشقى بعدها أبدا. الله، يمكن إحنا بنشوف يمكن بعض الأحبة بيتساءلوا يمكن عشان خاطر رحلة الحج بنلاقي أعداد كبيرة جدا وأعداد غفيرة، وقد يكون الإنسان بيتكلف بعض المشقة سواء البدنية أو المالية، ولكن مع ذلك نرى كبار السن أيضا يسارعون إلى شعائر الله عز وجل. عشان كده بنقول أن الحج أصلا يعني هو عمل قلبي واجعل أفئدة من الناس تهفي إليه، هو أمر روحاني قلبي. الإنسان بيتشوق إلى لقاء الله عز وجل، والإنسان يتشوق وقلبه مشغول بالطواف حول الكعبة، والإنسان بيبقى شغوف ويتطلع إلى أنه يقف بين يدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في زيارته لمسجد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل هذه الأمور القلبية والأمور الوجدانية لما بتبقى موجودة عند الإنسان المشتاق فسهل جدا أنه هو يعني يذهب بدنه مهما كانت المشقة، وسهل جدا أنه ينفق من ماله مهما كانت التكلفة. تمام، عايزين نعرف بقى دكتور هشام، يعني نعرف أنواع الحج إيه عشان نشرح للناس والحجاج. تمام، احنا بنقول برضو ان الاداره الافتاء المصريه بينت ووضحت، ويمكن وعظ الازهر الشريف ويمكن ائمه ووزاره الاوقاف وواعظات الاوقاف، يمكن يعني احنا عندنا مجموعه كبيره من الساده الائمه والواعظات مرافقين في بعثات الحج هذا العام عشان خاطر توعيه اخواننا الحجاج. كل شيء معروف انه افراد واقران وتمتع، الانسان اللي هو رايح يحج في اوقات الحج لكن هو مفرد فقط بالحج بمعنى انه مش هيعمل عمره في اوقات الحج، ده اسمه الافراد. الانسان القارن يعني ايه الشعائر الصحيحه اللي جوه الحج؟ طيب يعني الشعائر هو الاساس، احنا يعني معروف ان الحج عرفه، يعني في البدايه الانسان اهم شيء الركن الاساسي في الحج هو ان ياتي الانسان هو الوقوف بعرفه في ذلك اليوم المشهود وذلك اليوم العظيم، ثم بعد ذلك بيأتي الطواف والسعي، وبيبقى بعد كده أعمال الحلق والرمل، ودي كلها بتبقى يعني أعمال متوالية على التوالي. يعني يوم عرفة بيبقى فيه يوم عرفة، بعد كده ممكن يخلص عرفة وينزل أنه هو يطوف بالبيت الحرام، وممكن أنه هو يحلق، بعد كده بيبدأ طبعا عملية النحر مع الفجر يوم النحر والرمل، دول يومين، وممكن بعد كده هو يوكل حد ان هو يرمي عنه. كل هذه اعمال سهله جدا، لكن في الحج دايما بتقول فقه يعني الاجر على قدر المشقه.
كل ما الانسان بيبقى فيه تعب وبتبقى فيه يعني اعمال بدنيه قويه بيبقى فيه تعب اكتر. لكن دايما وابدا بملك الحاج في حاجه اسمه اصحاب الاعذار، يعني مش اصحاب الاعذار مش الناس المرضى فقط بس هم اصحاب الاعذار او الناس الكبيره في السن، برضو الناس اصحاب المصالح واصحاب الاعمال. أيوة. اللي بتبقى فيها يعني بتبقى متوقف عليها اعمال مهمه جدا لخدمه الناس وخدمه البلاد، فدي ما فيهاش اي مشكله، يعني بيبقى فيها الامر سهل مسموح. والامر على السعه يعني. لكن طبعا كل ما الانسان بيتمتع بالايام العظيمه والاوقات السعيده اللي بتبقى في بيت الحرام وفي المشاعر وفي منى، وبعد كده ييسر له ان هو يروح يزور سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا مهم جدا، لان احنا بنقول ان حضره النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من عليه حج افضل الصلاه والسلام، من حج ولم يزرني فقد جفاني. وقال الفقهاء وجفاء حضره النبي صلى الله عليه واله وسلم حرام، عشان احنا نكون يعني ربنا سبحانه وتعالى هيئ لنا الرحلة وهيئ لنا المسيرة. الإنسان سهل جدا بقى أنه هو لابد يعني الإنسان يعني أن يذهب إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلتمس الصلاة في مسجد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والوقوف بين يدي سيدنا رسول الله والسلام عليه وعلى صاحبيه، ويتشرف بزيارة أهل البقيع وبالأماكن التي مشى فيها حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وساداتنا الصحابة. فالإنسان يعني لا يعلم يعني هل يأتي في العمر أجل أو أيام أخرى، فينتهز هذه الأيام العظيمة السعيدة إن شاء الله في أن يمتع نفسه الله. بزيارة البيت الحرام وزيارة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. علي أفضل الصلاة والسلام. وقبل ما أشكرك دكتور هشام، أنا بوجه الشكر والتحية الحقيقة لسيادة الوزير محمد مختار وزير الأوقاف، لأن الحقيقة أنا بروح المساجد كتير، والحقيقة يعني الاهتمام من الوزارة اهتمام بصراحة يفوق الخيال، والتنظيم والترتيب والنظافة ويعني كل حاجة رائعة. فأنا دي بنتهزها فرصة وبعيد على سيادة وزير الأوقاف دكتور محمد مختار، وبشكرك جدا، وبشكر الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف. الحقيقة يا جماعة وزارة الأوقاف يعني الحقيقة من الوزارات اللي ليها دور حقيقة بارز ومفيد وكبير في الحفاظ على كل المساجد الموجودة في كل المحافظات.